كوكو البنات، صباح الخير عليكم كاملين. المهم هذا هو اول فيديو تنبارطاجي معكم مر رمضان. هذا الفيديو هذا غادي نبارطاجي معكم فيه لا روتين ديال النهار كامل وكيفاش غادي ندوزو، شنو غادي ناكل فيه، التحضيرات ديال الفطور ديال الغداء وكذلك ديال العشاء، مع العلم انه انا كنفضل يكونوا جوج وجبات صحيين في النهار كامل. المهم اون فيغا بيان كومون سا فا سو ديغولي لا جورني ديال اليوم. بالنسبه للفطور ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا عندي هنايا دو كافي بوغ سو ماتان، ما درتش نيسبريسو، درت دو كافي سولوبل ديال داك سريعه الذوبان ديال نسكافي، حتى هي جو لادور بارفوا هكا الصباح، جادور داك النسمه ديالها كتعجبني بزاف. المهم صاوبت اليوم نسكافي، وكذلك عندي هنايا 4 ترونش alors de pain grillé اللي كان pain demi complet، هذا راه سي ان pain demi complet grillé، تنديرو في شويه ديال الزبده وفي لو غريبان و فوالا تنخرجوا باش نرافقوا هنايا مع جوج ديال البيضات اللي درتهم هكا اوف او بلا بشويه ديال الملحه وديال لو بواف. المهم خليكم معايا جوسكا لا فين دو لا جورني باش تعرفوا اشنو درت الفطور ديالي واشنو غادي ندير، شنو درت بلوتو الغدا ديالي وشنو غادي ندير كذلك للعشاء. المهم تقول لكم بصحتكم فطوركم. انا دابا غادي نفطر بشويه عليا ومن بعد غادي نوض نقضي شي حاجات وابخي غادي نبارطاجي معكم كذلك داكشي اللي غادي نوجد للغدا. وكيف ما العاده كيف ما عودتكم، انا الغدا ديالي ولا العشاء ديالي ولا اي حاجه كنديرها راهما حوايج لي هما ساهلين بزاف، ما كيشدوش ليا اكثر من 15 دقيقه ل 20 دقيقه في التحضيرات. دونك ما كاين ما احسن من الواحد يدير حاجه خفيفه ظريفه وما يعصبش راسو بشي حوايج لي هما تقالين وكيشدوا الوقت طويل. المهم دو توت لي فاصون ليسونسييل هما انهم يكونوا صحيين وهذا الشيء اللي كاين. المهم اون ريست انصامبل البنات و اون سو كاب توت الور بور لو ميدي ان شاء الله. المهم البنات بالنسبه للغدا ديالي راه كيف ما العاده كيف ما ولفتكم راه ما كنديرش شي حاجه اللي هي صعيبه، انا عندي كلشي خاصو يكون ساهل ماهل وفي نفس الوقت صحي. المهم انا غادي نبارطاجي معكم شنو غادي نوجد للغدا ديال اليوم خفيف ظريف كيف ما العاده. دونك غادي نحتاج هنايا لي سوسيسون دو فيون ديالي، ها هما لي مرقاز ديالي. بالنسبه للكميه راه شوفوا نتوما وعلى حساب شحال بكم نتوما في الدار. ها هما لي سوسيسون ديالي غادي نديرهم هنا، وغادي نحتاج كذلك ان بوافون فيغ ان بوافون روج ou une aubergine، ça dépend شوفو نتوما و لي زاكومبانيمون و الخضره لي غادي تحتاجو. انا هادشي لي اختاريت و غادي نزيد عليهم بصله، دونك غنقطعهم بطريقه عشوائيه، تقطع ماشي ضروري نديرو شي حاجه لي يعني يفو لي جوست لي كوبي غروسيرمون و صافي. باش هكايا غادي نديرهم انا في الفران. هادي راه وجبه صحيه وشوف نتوما واش بغيتو ترافقوها واش بشويه ديال لو ريسوتو ولا شوف ولا غير هكا كينات، سا ديبوندرا ان توكا دو فو. انا كنبغي اي حاجه نوجدها كيكون عندي فيها الخضر ديالي، راكم عارفيني الخضر مهمه ما تتلعبش مع هاد المساله هادي، ما كنكديجيش الخضره ديالي. عاوتاني ها البوغون روج ديالي نفس الشكل كذلك، لان راكم عارفين في الفران كنبغيهم غير يكونوا مقرمشين شويه، والخضره ديالنا كيخصها دائما تبقى في هذاك لا سافور ديالها ديال سميتو ديال الخضره، انها ملي كتحرق ولا كتكون طايبه بزاف فايته الطياب راكم عارفين راه ما كيكونش كاع الفائده ديالها كتكون تقريبا مشات. تكونوا اكيدين انكم كاع الفائده ديال الخضره ديالكم كتكون مشات. غنزيد الطرف الثاني، باقا البصله ما جبتهاش، خصني نجبد بصيله. انا ما كنديرش الماطيشه الاغلبيه في بحال هاد الوصفات اللي كيكون فيهم اللحم وسميتو غيمشيو للفران، ما كنديرش ماطيشه لانها ماطيشه الاغلبيه كتعطينا ديك الحموضه. فاش كنكون باغا ماطيشه كندير لي طوماط سوغيز
يا اما هكا كي ناس فريش حتى الاخر بوغ اكومباني، ولا كنديرهم غير شويه كيحطوا في شويه ديال الزبده. دونك ها هي الخضره ديالي، هاد الخضره هادي هي اللي غادي كيفاش نقولوا، هي اللي غادي تخرج داك الماء ديالها، ما غنديروش نهائيا الماء، كتخرج داك الماء ديالها وكطيب وكتخرمش واحد شويه من الفوق، وكتعطينا كذلك داك اللذه ديال سميتو. راه كناكلو سان بحال هكا صحي، ما كاين ما احسن من هذا الشيء. المهم انا هذا الشيء اللي كندير، انا باش نقول لكم صراحه ما عنديش مع الكوكوط والمرقه والتغماس يوميا وداك الشيء، ما كنديروش قليل. لا درت شي كسكسو ولا درت شي حاجه بحال هكا، الاغلبيه ديال الوقت سندغي الخضر ديالي وداك الشيء غيمشي يا اما الفران يا اما يكون مشوي صحي، ما كاين ما احسن. اون مينوت غنمشي نجيب غير البصله ديالي ونرجع معكم. دونك البنات ها انا جبت حبات ديال البصله اللي عندكم حمراء بيضاء كيف ما بغات تكون، ما فيهش مشكله، ما عنديش اشكال في هذا الشيء. حتى البصله حتى هي هانتوما كيف كتشوفوا راه كنقطعها قطعه هكا اللي هما غلاظين. هذا الشيء راه ما نعاودش لكم، اللي غادي يخرج راه يكون كلشي مقرمش وغيكون زوين، غتكون الخضره طابت وما ناشفاش وكتجي مخيره. ما نعاودش لكم كيفاش كتجي، المهم انا كيعجبني هذا الشيء بحال هكا. المهم ها هو البلاطو ديالنا قدامكم. بالنسبه لي زيبيس غادي ندير شويه ديال غادي ندير زبيده، هي فاش غادي طيب لنا هاد لي سوسيس ديالنا في الفران. دونك ها هو الطرف قدامكم ديال الزبده، هو اللي غادي يذوب وغادي يطيب لنا فيه هاد الخضر هادي ديالنا مع داك لي سوسيس. غادي ندير كذلك لو بوانغ دو مولا كمية كافية باش الخضرة ديالنا يكون فيها سوفيزامون ديال ضروري البوافغ دو مولا، راه ما كاين ما احسن منو البنات باش كتبقى النكهة ديالو زوينه. وغنزيدو شويه ديال الملحه على حسب الذوق، وما نساوش بان راه دايرين كمان الخضار وهما راه كيحتاجوا شويه ديال الملح. المهم من بعد فاش يطيبو نعاودو نزيد الفيو بالنسبه للملحه، وغادي نزيد شويه ديال لي بي روج، ها هما دي بيروز، غادي ندير لهم غير هكا بيدي شويه صافي، راهم كي ما كيحتاجوش تهراس، تيكونوا رطبين على باس، غير تنديروا لهم هكا كيف ما كتشوفوا معايا هنا ها هما، وكيتهرسوا واحد شويه حتى هما كيعطيو واحد نسمه زوينه لهاد الطبق اللي غنديروه في الفران. مهم هاد لي بيروز انا كنستعملهم، كيكونوا مفيدين وكيعطيونا نكهه زوينه. وغادي نزيد كذلك شويه ديال لي زيرب دو بروفونس، حتى هما غادي ندير شويه يعني بلا ما تنكثرو، غير واحد شويه غير السما اوبس وصافي. واللي بغات تزيد شويه ديال البازيليك لي فوي دو بازيليك فريش تزيدهم، راه كيجيو فنين. بلاتي نشوف واش باقي لي في الكونجيلاتور لي فوي دو بازيليك. لي فوي دو بازيليك ما بقاوش، انا غادي نزيد شويه ديال لي فوي دو تان، ها هما شويه ديال لي فوي دو تان سيشي، غادي نزيد واحد شويه، غنحيد غير لي فوي غير شويه. الطبق ديالي غادي ندخلوه الفران وخلاص بركه. اللي بغات ديرو بالزبده ديرو بالزبده، اللي ما بغاتش تعوضوا بشويه ديال البيل دوليف. المهم البنات هذا هو الغداء ديال اليوم، هذا هو الطبق النهائي ديال اليوم. راه ما نعاودش لكم مازال كاع ما طاب، ولكن غير لي زيبيس الريحه ديالهم اكيد ان النتيجه غتكون هائله. هذا غادي ندير شويه ديال لو ريسوتو يطيب صافي. لو ريسوتو راه كلشي تعرف كيفاش يديروه،
غادي ندير شويه ديال لو ريسوتو يطيب باش اللي بغا ياكومباني هاد الخضر هادو ولي سوسيس بلا لو ريسوتو ياكومبانيهم، اللي ما بغاش ياكلو غير هكاك راه غادي ياكلو غير هكاك في الطبق ديالو. المهم هذا هو الميدي ديالي، هذا هو الغداء ديال اليوم، وخليكم معايا العشية غادي نوريكم كذلك شنو كنقترح العشاء. يلا وما تنسونيش البنات الى عجبكم الغداء ديال اليوم خليو ليا الكومونتير. المهم البنات انا راني درت البلا ديالي في الفران ودرت كذلك لو ريسوتو ديالي راه ساله. الدراري هما يا راه كلاو ان بول دو سيريال الواحد لو ماتان، وماشي لو ماتان راك عارفين الفياق دابا معطل كلشي كيفيق تقريبا مع 12 مع الوحده، ودابا جاهم شويه ديال الجوع دونك صاوبنا ليهم دي بوتي بان هكايا فوغي بالفرماج وبشويه ديال كومون ديراج دي زومليت وصافي هادشي اللي كاين هاد الساعه. المهم انا غادي نرجع للكوزينه نشوف فين وصل داك البلاطو ديال الفران، ومن بعد نرجع معكم باش نوريكم لاكومبانيومون لو ريسوتو. راه ساهل اللي درت، وراه كلشي كيعرف لو ريسوتو، راه كاع كل واحد عنده طريقه ديالو. ويلي ليا اوكي توتالور، وكل واحد راه تيعرف الطريقه كيفاش يدير لو ريسوتو ديالو. المهم مره اخرى ان شاء الله نبارطاجي معكم وصفه من الوصفات ديال لو ريسوتو اللي كندير اللي كنرافق بها اللحم ولا اي حاجه كنديرها في الدار. المهم خليكم معايا لا جورني لونغ، ورحنا غادي ندوزو روتين ديال اليوم انصامبل. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الطبق ديالي، يلا خرجتو من الفران كله طاب، والخضره ديالنا طابت، وحتى حاجه ما كتحرق وحتى حاجه ما كتجي ناشفه، كيكون فيها هذيك القرمشه مي الخضره ديالنا راه ما كتفقدش الماء ديالها كامل ولا كتفقد البنه ولي فيتامين اللي فيها. المهم هذه هي الطريقه اللي هي صحيه صراحه. الفران راه ما كاين ما احسن منه، وكذلك لو ريسوتو ديالي ها هو ساهل ماهل بسيط كيف كتشوفوا معايا. حتى هو حضرته بشويه ديال الزبده شويه ديال الزعتر الملحه والبزار ولو بويون دو بوف، ودرت معاه كذلك طريف صغيور ديال البصله تتقلى مزيان، وكذلك الطرف ديال لوبيرجين حتى هو يا داك الطرف اللي كان بقى ليا من الخضره قبيله هو اللي ضفته هنايا وقليته مزيان 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 هو والبصله، وزدت عليهم لو ريسوتو ديالي ودرس ديال الثومه مقطع رقيوق راه تيبان عندنا هنا، و شويه ديال الجلمانه. دونك الخضر راه كتكون اختياريه لي ريسوتو، راه كاين بزاف ديال الطرق ديال التحضير ديالو، وراه كيكون بعض المرات حتى موجود في البكيات بالنسبه لي ما عندهاش الوقت انها تحضرو، مي انا كنفضل لو ريسوتو اللي كنحضرو انا براسي على هذاك اللي تيكون في لي باكي ديجا بريباري. دونك المهم هذا هو الغداء ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم، ونبقاو اونصامبل حتى ان شاء الله العشيه، وغادي نقول لكم شنو غادي ندير بالنسبه للعشاء ديال اليوم. يلا خليتكم على خير اي اون ريست اونصامبل. المهم البنات بالنسبه للعشاء ديال اليوم راه خفيف ظريف، صاوبت ليا فقط هاد جوج ديال لي بان ليباني اللي درت فيهم ان فو بلا شاكان، ودرت فيهم كذلك دي جامبون دو بولي، ودرت فيهم لو فرماج فوندو وصافي، ودرتهم في البريس بانيني وصافي، وغادي نرافقهم بعصير ديال الفواكه، وهادشي اللي كاين بالنسبه للعشاء ديال اليوم. دونك الى عجبكم الروتين ديال اليوم، روتين ديال الماكله ديالي بالنسبه اليوم مور اول نهار مور رمضان، خليو ليا تعليق من التعاليق زوينه، وكذلك ما تنساوش ديروا لايك. جو فودي ا تري بيانتو دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله، اي جو في دو تري تري غرو بيزو. علي باي ا تري بيانتو.